بسوي لكم حق تحت العين حق الهالات السوداء، يخفف الهالات، يريح تحت العين، يودي تقريبا انه يزيل التصبغات تحت العين، وايد مفيد. شو باخذ بعد؟ باخذ شاي اخضر، شاي اخضر، وبحط عليه ماي. زين، خلي شوي ينقع. شو بسوي الحين؟ ببطل هالكيس، ببطلع ساعي ما تبطل من يبدأ التليفون. هاي يود لي ببطلع اللي داخلي، باخذ زيت الأرقان بعد هذا من المغرب أصلي 100%، بحط عليه خمس نقاط، بنقعها فيه، أباها تتشرب لمدة تقريبا 5 دقائق. الحين مثل ما سويتكم فيديو اللي قبلاني، نقعته تقريبا 10 دقائق، استوى عندي بارد بيبة. وبخليه تقريبا 5 دقائق، برجع لكم. انزين، ما بتريح 5 دقائق لاني انا اريد مسوي الصبح، فبشله. شايفين هذا الشاي؟ سووا شي فركو بس على الخفيف طبعا. وايد 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 مفيد الشاي الاخضر ويا الزيت، وايد مفيد. بغسل وجهي وبرجع لكم ويا الماسك.